نكمل مع حضراتكم بس سريعا جدا، لان احنا كنا قايلين على خبر افتتاح الفرع الخاص به، يعني فرع التجمع طبعا، وهذا الفرع لناس كتير اصلا من البدايه كانت بتطالب به ان هو يكون في فرع في التجمع الخامس. فخلاص ان شاء الله بناكد لحضراتكم ان اعتمد مجلس اداره النادي الترتيبات الخاصه بافتتاح فرع التجمع، والمحدد ليه ان شاء الله هيبقى يوم الخميس 1/6/2023. متوقعين اكيد يكون حفل كبير، حفل طبعا يليق بالنادي الاهلي، ويخرج كمان بالشكل اللي يليق بجماهير النادي الاهلي. طب الفرع ده عباره عن ايه؟ اتكلمنا قبل كده طبعا، وهنعرض لحضراتكم اكيد، وعرضنا بالفعل فيديوهات زي ما حضراتكم برضو شايفين جزء من يعني الفوتج او الصور او اللقطات داخل النادي وداخل هذا الفرع. بس هو في منشات عملاقه، بنيه تحتيه كبيره جدا، خدمات متميزه اكيد بيستحقها اعضاء النادي. والحقيقه برضو نرجع نقول فرع التجمع عليه اقبال كبير جدا جدا على الاشتراكات، يعني ناس زي ما كنت بقول لحضراتكم قبل ما اصلا يبقى في فكره الفرع هناك يا كريم كان الناس بتطالب بيه، بعد ما ابتدى يبقى في شغل في النادي قال لك طب احنا الاشتراكات امتى؟ فطبعا ده شيء رائع وده يدل على نجاح كبير، فبالتوفيق ان شاء الله. والتاني هنرجع نقول اكيد هتكون او هيكون حفل يليق بالنادي الاهلي طبعا، واكيد مجرد اضافه الفرع ده اكيد هتبقى اضافه كبيره جدا، سلسله فروع يعني فروع وصروح النادي الاهلي في كل مكان، دي كلها يعني خطوط انتاج لابطال مستقبليين في رياضات مختلفه ان شاء الله، كل واحد فيهم على حده هيرفع من اسم النادي الاهلي كمان وكمان ان شاء الله الفتره اللي جايه.